أنا اسمي رجا، لبناني، عمري 21 سنة. أنا أول مرة بحياتي كنت بفوت على معصر الزيتون. هذا العقيد جديد، سميناه معتاد. أنا ضليت قادر أصمد 4 ساعات بس. هن كانوا يقدروا يشتغلوا بحدود 21 ساعة باليوم. كنا لازم نبدأ تصوير على الساعة 6 الصبح وأنا مضطرة أطلع من بيتي الساعة 4 الصبح لحتى أوصل على الوقت. لا إحنا طلاب يعني مش ناس غريبة، فمنهم كانوا يخافوا من هذا الموضوع. لما قالوا اسمنا إنه أنا وشيت عملنا أنا شو؟ إنه كتير كنت مبسوطة ومتفاجئة، يعني صرت إنه بأرجف، فإنه شيء له رهبة. أنا لينا الموعد، عمري 21 سنة. لما كنت بسوريا كنت فكر كتير كيف بدي ساعد القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية بشكل عام، فقررت أني أدرس إخراج ساهم بمساعدة هاي القضايا أكثر وأكثر. والحمد لله بلشت بأول خطوة لتحقيق هذا الهدف من خلال فيلم عش لاجئ لمرة واحدة. في 2015 دخلت على الجامعة، بس حسيت أنه بينقصني بعض المهارات على الأرض لأعمل فيلم طويل أو فيلم قصير بيخدم القضايا الإنسانية. فقررت أستفيد من الدورات اللي كانت تعملها ليزر اللي خاصة بالإعلام، وسجلت تقريباً بكل الدورات، وكمان شاركت ببرنامج اللي عملوه، برنامج كوزلوك. وهذا الشيء كان فعلاً ضاف على مهاراتنا العملية على الأرض كتير من خلال التصوير أو المونتاج. بعد ما عملت كل الدورات قررت أنا وصديقتي لين أنه نبلش بأول خطوة، فتعرفنا على رجا وهو شاب لبناني قرر أنه يعيش تجربة اللجوء. فقررنا نوثق هاي التجربة لنعكس الواقع الحقيقي للاجئين ونفرجي الصعوبة اللي عم بيعانوها بحياتهم اليومية. في هون الساعة 5 الصبحية، بنضل يعني للساعة شي 12 واحدة بالليل. هذا العقيد جديد، سميناه معتاد. بعدين أخذ معنا التصوير تقريباً 3 أيام ورا بعض، والمونتاج هو اللي كان كتير أخذ معنا وقت تقريباً شي شهر. كنا نحاول نظبط الصوت، نحاول نعمل editing، عملنا أكثر من درافت للفيلم لحد ما وصلنا للنتيجة النهائية. خلصنا أول نسخة من الفيلم، كنت مبسوطة كتير لأنه أخذ معنا كتير وقت. يعني أوقات كنت أحس بالتعاسة أنه خلص بدي أوقف، ما بدي أعمل شيء، لأنه كتير أخذ معنا وقت وكتير كنا نتوتر ونتشنج، يعني لأنه كان عندنا كمية فيديوهات وكمية فوتج كتير كبيرة، فأنه إحنا كيف بدنا ننقل الأنسب وكيف ندمجهم مع بعض كانت هون كتير شيء صعب وأخذ وقت كتير طويل. فكتير انبسطنا أول فترة، لأنه يعني قطعنا مسافة كتير كبيرة، كنت كتير مبسوطة. رفيقتي لين خبرتني انه في مهرجان طرابلس عاملين سكشن للاجئين، فقالت لي شو رايك نقدم عليه؟ قلت لها وين المشكله، قدمي يعني ما بنخسر شيء. تفاجئنا انه نقبل بالريفيجيز، بالسكشن تاع الريفيجيز، ونقبل كمان بالسكشن تبع الببليك اوورد. وقت الختام احنا كنا قاعدين بين الجمهور، بس يعني انا ما كنت ابدا متصوره انه ممكن يقولوا اسمنا، يعني انه احنا اللي فزنا ب جائزة الجمهور، لأنه أنا متوقع أفلام تانية تفوز يعني لقوتها ولتقنيات المستخدمة فيها. فلما قالوا اسمنا أنه أنا وشيت عملنا أنا شو؟ أنه كتير كنت مبسوطة ومتفاجئة، يعني صرت أنه بأرجف، فأنه شيء له رهبة وحلو كان. حسب الاستفتاءات اللي صارت تصيبك على جائزة 7 أفلام، واحد منهم وثائقي والبقايا كلياتهم روائي قصير. والفيلم يلي ربح جائزة الجمهور Public Award Live the Life of a Refugee for One Time لين كدامني لين الموضوع.